حياة عادلة. طيب ليش في ناس ناجحة وفي ناس مش ناجحة؟ ليش في ناس بتوصل لأماكن ومناصب كتير عالية وكتير منيحة وفي ناس لا؟ على طول كان ينحكى لنا إنه النجاح مربوط بالعمل والشغل والاجتهاد، وإنك كل ما اجتهدت أكتر واشتغلت أكتر رح توصل لنجاح أكبر، وإنه اللي بده ينجح وبده يوصل لمكان منيح بالحياة لازم يحط مجهود وشغل كتير كبير عشان يقدر يوصل. بس هل هالشي صحيح؟ هل كل الناس الناجحين اشتغلوا على حالهم وحطوا وقت وجهد وشغل كتير عشان يقدروا يوصلوا لهذا النجاح؟ ولا هل في كتير ناس من هدول الناجحين عندهم ميزات وصلاحيات بحياتهم خلت طريق نجاحهم أسهل ووصولهم إله كتير أسرع؟ هل الحياة عادلة؟ هل في ميزات وصلاحيات غير عادلة موجودة عند الناس الناجحين ومش موجودة عنا؟ طب هل ممكن أنا يكون عندي ميزات غير عادلة بحياتي؟ إذا عرفت إنها موجودة واستغليتها واشتغلت عليها بالطريقة الصح ممكن تخلي طريقي للنجاح أسهل؟ كل هاي الأسئلة رح نعرف أجوبتها بهذا الفيديو. فإذا حابين تعرفوا أكثر عن هذا الموضوع تابعوا هذا الفيديو للآخر. لما نطلع على أي شخص ناجح عادة نجاحه ما بيكون هو محصلة شغله وجده واجتهاده فقط، دائما بيكون في عوامل تانية خارجية ساعدته بأنه هو ينجح وأنه يوصل لهذا المكان اللي هو وصله. إذا بدنا نلخص ونشرح شو هو النجاح رح نلاقي أنه النجاح هو عبارة عن مجموع محصلة من الميزات العادلة مكتسبة أو الميزات الغير عادلة والغير مكتسبة اللي بتجينا من برا. الميزات العادلة هي الميزات المكتسبة اللي إحنا بنشتغل عليها، اللي بنحصل عليها زي ما بيقولوا بعرق جبيننا بتعب. هاي الميزات مكتسبة، احنا اشتغلنا عليها بذلنا مجهود، زي لما تشوف حدا ناجح وتقول انه برافو عليه well deserved، هو بيستاهل هذا النجاح لانه هو درس كتير او اشتغل كتير او كان يصحى كتير بدري يتمرن او له سنين عم يشتغل على هذا الموضوع عم بكبره وعم بنميه. هون انت بتقول برافو عليه، هاي النتيجة كانت مكتسبة وكتير عدل انه هو نجح. بالنجاح العادل هذا اذا انت بدك تنجح زي هذا الشخص رح تلاقي انك انت بتقدر تنجح اذا بدك تنجح زيه، بس لازم تحط نفس كمية المجهود والشغل على نفس الفترة الزمنية اللي هو اشتغلها، بس بالمحصلة انت بتقدر تنجح زي ما هو نجح لانه نجاحه كان مكتسب. بالتالي الميزات العادلة اللي ممكن تكون عند الشخص الناجح هي الشغل، العمل، الاجتهاد، الاصرار، الاستمرارية وغيرها من هاي العوامل اللي بتساعد الشخص انه هو ينجح. عوامل كلها مكتسبة وبقدر الواحد يشتغل عليها ويقلدها وبايد الشخص نفسه. بينما اذا لقيت شخص معين نجح لانه هو بيجي من عيلة غنية ومن عيلة ناجحة مهدت له كتير الطريق انه هو ينجح، العيلة مثلا أعطته $1,000,000 عشان يقدر يعمل بيزنس ويفتحها، $1,000,000 اللي هو أخدها هاي ميزة صارت عنده غير مكتسبة، هو أخدها من برا، هو ما تعب عليها ما اجتهد عليها. وإذا أنت بدك تنجح زيه صعب كتير إنك تعمل هذا الإشي، صعب كتير تخلي أهلك يعطوك $1,000,000 إذا معهم $1,000,000، فهذا الموضوع غير سهل إنه إحنا نقلده أو نعمل زيه. فنجاحه غير مكتسب والميزة اللي هو حصل عليها غير عادلة. والميزات الغير عادلة هاي هي من أكبر أسباب النجاح اللي ما حدا بيحكي عنها، لأنه ما حدا بيحب يعترف إنه نجاحه هو بسبب عوامل خارجية هو ما له دخل فيها، انه طريقه تمهدت له بسبب هو من اي عيلة او بسبب موقعه الجغرافي وين هو انولد. دائما الناس بتحب تحسسنا انه نجاحه هو بسبب تعبهم واصرارهم وانهم ايقظوا المارد اللي بداخلهم وانهم ما زيهم ما حصلش. يعني من الميزات الغير عادلة الموجودة بالحياة بتتلخص بكلمة miles. miles هي اختصار ل money, intelligence and insight, location and luck, education and expertise والstatus، اللي هم المال، الذكاء والبصيرة، الموقع الجغرافي والحظ، التعليم والخبرة والمكانة. وطبعاً إذا نضيف من عنا في كتير ميزات غير عادلة إحنا بنشوفها بحياتنا اليومية ومنواجهها زي العرق، الدين، الجنسية، الجنس، الشكل، الجمال وغيرهم. هاي كتير أشياء بتعطي ميزات غير عادلة للناس. أعراق معينة حياتهم كلها أسهل من أعراق معينة، في ديانات معينة مضطهدة، في أعراق معينة مضطهدة، المرأة مضطهدة، وعكس هدول كلهم عندهم ميزات غير عادلة عم بتخلي كل حياتهم أسهل فبالتالي نجاحهم أسهل. يعني زي ما بقول إيفن سبيغل مؤسس سناب شات لما حكى عن نجاحه قال I'm a young white educated male, I got really really lucky and life isn't fair. وهذا من الناس القليلة اللي بيعترفوا إنه جزء كتير كبير من نجاحهم بيعود لميزات غير عادلة، هو حياته أسهل لأنه ذكر أبيض متعلم بأحسن تعليم وبيجي من عيلة غنية ف نجاحه كتير أسهل من أي حدا تاني. خلينا نحكي عن الميزات غير عادلة المايلز، نحكي عنهم واحدة واحدة وناخد أمثلة سريعة عنهم. المال أو المصاري بتعطي ميزة غير عادلة كتير كبيرة لكتير ناس، منها إيفن سبيغل زي ما حكينا مؤسس سناب شات، أو ترامب زي ما حكينا قبل شوي
المليون دولار اللي أخذهم من أهله وغيرهم. بس خلينا نحكي عن مثال هلأ عن نجاح بيل جيتس. بيل جيتس بيجي من عائلة كتير غنية، أبوه محامي كتير غني بأمريكا، وأمه بتنتمي لعائلة كتير عريقة وغنية بأمريكا. بيل جيتس طلعوا أهله من المدرسة الحكومية ودخلوه على مدرسة خاصة، مدرسة كتير إليت للعوائل العريقة والغنية. وهذا الحكي طبعا كان بالستينات لما بيل جيتس كان بالمدرسة. هاي المدرسة لأنها من المدارس الغنية والعريقة جابوا كمبيوتر، كان هذا الحكي كتير نادر وكتير قليل موجود، لأنه الكمبيوتر كان كتير غالي وأصلا ما كان متوفر كتير، فكان موجود بس بأماكن كتير قليلة وعادة هي المدارس والجامعات العريقة. فصار في بعد دخول بيل جيتس للمدرسة بسنة نادي كمبيوتر عندهم بالمدرسة، وصار في عندهم غرفة للكمبيوتر، وصار في أكسس لبيل جيتس على الكمبيوتر عندهم بالمدرسة. فبيل جيتس انبنى عنده هذا الشغف وصار يتدرب كتير على الكمبيوتر ويقضي كل أوقات فراغه بغرفة الكمبيوتر، حتى كتير أوقات صار ما يروح على حصصه المدرسية الإلزامية عشان يتدرب على الكمبيوتر. طبعا بيل جيتس بنى شغف كتير كبير واشتغل على حاله كتير بالكمبيوتر، لكن السبب الرئيسي اللي خلاه يطور نفسه بالكمبيوتر ويشتغل على الكمبيوتر ويصير بيل جيتس اللي احنا بنعرفه هلا، انه هو كان عنده اكسس ما كانت موجوده ل 95% اذا مش اكثر من الناس الموجوده بوقتها بجيله، لانه الكمبيوتر ما كان متوفر بهذيك الطريقه. فهو المال وانه دخل على مدرسه إليت زي هيك هي اللي اعطته الفرصه والبريفيليج هاي والميزه انه يقدر يكون عنده اكسس على الكمبيوتر. غير هيك كان حيكون بيل جيتس زيه زي غيره الناس اللي ما كان عندها اكسس وما عمره اصلا اكتشف هذا الشغف. هون المال كتير سهل طريقه لهذا الموضوع، الذكاء والبصيره. The Collison Brothers، الاخوان كوليسون، هم اصحاب شركه سترايب وابلكيشن مشهوره، هم من اذكى الناس اللي بامريكا. ذكائهم كتير ساعدهم انه يحطهم بالمكان الصح. واحد فيهم اخذ ذا يونج ساينتست ارتست اوورد اوف ذا يير لما كان عمره 16، والثاني فيهم جاب اعلى علامه في الامتحانات نسيت اسمها اللي قبل ما يدخل على الجامعه بامريكا أذر، يعني أعلى علامة بالحياة بأمريكا جابها. واحد دخل على MIT والتاني دخل على هارفرد قبل ما حتى تطلع علاماتهم. أشتغلوا كتير على حالهم وطوروا كتير من حالهم وما أهملوا ذكائهم، ولكن ذكائهم كان كتير وسيلة لإلهم إنهم هم يوصلوا. الموقع الجغرافي والحظ. نرجع لبيل جيتس. بيل جيتس كان ساكن بمنطقة كتير قريبة من جامعة واشنطن، وزي ما حكينا بهداك الوقت كانت الكمبيوترات موجودة بأماكن كتير قليلة، وجودها كان جدا نادر بالستينات بأمريكا. كان هو ساكن جنب جامعة واشنطن، جامعة واشنطن كان عندهم كمبيوتر، ومش بس هيك كانت غرفة الكمبيوتر تبعتهم مفتوحة 24 ساعة. فكان سكن بيل جيتس القريب من الجامعة يخليه إنه يقدر يطلع بأي وقت يروح يتدرب، بأوقات كان ما يكون فيها غرفة الكمبيوتر أو الكمبيوتر عليه طلاب زي بالليل والفجر، فكان يقضي معظم وقته هناك. كونه كان ساكن كتير قريب من هاي الجامعة سهل إله الطريق، لأنه كان يروح عليها مشي وبأي وقت بده إياه. الموقع الجغرافي كتير بيسهل أو بيفتح فرص، عشان هيك بتلاقوا معظم البزنسز الكبيرة بتلاقوهم فاتحين بسيليكون فالي. معظم الناس اللي بدها فرص بالحياة للبزنس، حتى الممثلين، حتى كتير من الناس المشاهير بتلاقيهم بيروحوا بيعيشوا بلوس أنجلوس بكاليفورنيا، لأنه كل شيء فيها هناك موجود والفرص فيها كتير أكبر. وهذا دليل إنه الموقع الجغرافي هو من أكبر الميزات اللي ممكن توصل الشخص للنجاح. أما بالنسبة للحظ، الحظ موجود وما بنقدر ننكر وجوده، ولكن الحظ ممكن ننميه بطرق تانية. ممكن أنا إذا طورت نفسي أكثر، تعلمت أكثر واشتغلت على حالي أكثر ونميت علاقات صح واحتكيت بالناس الصح، مع الوقت تصير عندي فرص أكثر فبزيد حظي. فالحظ جزء منه ممكن نعتبره ميزة غير عادلة، بس بنقدر نشتغل عليه ونخليه ميزة عادلة ونحاول نعوض. التعليم والخبرة. لما نتعلم بمكان له اسمه ومعروف، هذا الإشي بخلي عندنا شغلتين، بخلي عندنا معرفة منيحة، مع إنه المعرفة كلنا درسنا بالجامعات وبنعرف إنه المعرفة اللي بنقدر نجيبها من الكتب أو إنه إحنا لما يكون عندنا فضول ونعمل بحث عن الموضوع كتير أحسن من أي معرفة ممكن تعطينا إياها أي جامعة. ولكن الإشي الأساسي اللي بيعطيك إياه إنك تتعلم بمكان منيح ومكان مرموق اللي هو العلاقات. لما تتعلم بمكان منيح ومرموق رح تتعرف على ناس مهمين، وهاي العلاقات رح تفتح لك كتير مجالات وكتير فرص. العلاقات هاي رح يعرفوك على علاقات تانية، والفرص رح تكبر، دائرة فرصك رح تكون أكبر من أي حدا تاني. عشان هيك بتلاقوا الناس اللي دارسين بهارفرد بين كل كلمة والتانية بقول لك أنا لما كنت بهارفرد وأنا درست بهارفرد وهارفرد ولما كنت بهارفرد، بتلاقوا كتير في يوتيوب شانلز لستودنتس بهارفرد، لأنه هذا الإشي بخلي الناس تتابعهم أكثر من لو كانوا ستودنتس بأي جامعة تانية، لأنه بالنسبة لهم هاي ميزة إنهم بهارفرد والناس حتتابعهم. الستيتس أو المكانة في لها جزئين، في المكانة الخارجية. المكانة الخارجية عبارة عن المنصب،
عن الشهرة، عن عدد المتابعين. المكان الخارجية بتخلي كل شيء بالنسبة لك أسهل، عشان هيك بتلاقوا المشاهير مثلاً لما بدهم يعملوا بزنس معين أو بدهم يعملوا منتج معين أو بدهم ينزلوا أغنية، تلاقي إنه نجاح هذا الإشي وصولاً للناس كتير أسهل من الناس اللي ما عندها نفس الميزة هاي، ما عندها نفس المنصب أو نفس عدد المتابعين أو مش مشهورين أو مش معروفين أصلاً. ممكن يعملوا إشي كتير منيح بس ما حدا يعرف عنهم وعمره ما يوصل للناس. وفي كمان المكانة الداخلية، المكانة الداخلية ممكن تبنيها بتطوير نفسك وزيادة ثقتك بنفسك وتطوير لنفسك، وهذا الشيء لما نبني المكانة الداخلية، لما أنا أطور من حالي وأبني ثقتي بنفسي، بتصير ميزة عادلة لأنها بتصير مكتسبة. لما نعرف موضوع الميزات العادلة والمكتسبة والميزات الغير عادلة والغير مكتسبة بحياتنا، هذا الشيء بخلينا نركز بحياتنا أكثر، بخلينا نعرف شو في عنا إحنا من ميزات عادلة أو غير عادلة، بخلينا نشوف الميزات الغير عادلة اللي عنا إياها ونشتغل عليها ونستغلها، لأنه هذا الشيء مش غلط إنه نستغل ميزاتنا الغير عادلة. إذا عندي عدد متابعين ليش ما استغلهم بإني أسوق للبزنس تبعي لإلهم؟ إذا أنا موجود بموقع جغرافي معين بدعمني إني أعمل شيء مميز، ليش ما أستغله؟ فهذا الشيء بخلينا نعرف وين عندنا ميزات غير عادلة ونستغلها ونشتغل عليها بالطريقة الصح بدل ما نهملها، وبخلينا نعرف شو كمان عندنا ميزات عادلة ممكن نشتغل عليها. إذا في ميزات غير عادلة إحنا ما عندنا إياها، كيف ممكن نشتغل على ميزات عادلة عندنا إياها؟ كيف ممكن نضاعف وقت؟ كيف ممكن نشتغل أكثر؟ كيف ممكن نحط مجهود أكبر عشان نقدر نعوض ميزة غير عادلة إحنا ما عندنا إياها؟ لما نصير ننتبه لموضوع الميزات العادلة والميزات الغير عادلة بحياتنا وبحياة الناس اللي حوالينا، بأمثلة النجاح اللي بيقولوا لنا إياها إنه هذا السلف ميد، هذا بنى حاله من الصفر، وبتكتشف إنه أهله معطينه $1,000,000 بس هيك عشان يبدأ حياته، راح تصير تكتشف إنه في ميزات عادلة وميزات غير عادلة، ورح تقتنع أكثر بمقولة قالها مالكوم جلادويل بكتابه أوتلايرز، أظن آخر جملة حكاها بالكتاب، إنه بنكتشف بعد ما نطلع على هاي الأمثلة إنه المميزين واللي إحنا بنفكرهم مميزين هم أبدا مش مميزين، هم بس كان عندهم العوامل الصح اللي دعمتهم. وبس هذا كل شيء كان عندي إياه لهذا الفيديو، أتمنى أنه يكون عجبكم واستفدتم منه. حكوا لي رأيكم بكل شيء حكيناه، هل بتتفقوا مع هاي الأشياء؟ في أمثلة بحياتكم بتحسوا فيها هاي الأشياء موجودة؟ هل بتختلفوا؟ وأعطوني أمثلة ليش بتختلفوا. إذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا له لايك عشان أعرف أنكم حبيتوه، لأنه هذا الشيء بيدعمني أن أوصل لناس أكثر. وما تنسوا تعملوا شير للفيديو مع أصدقائكم أو أي حدا ممكن يستفيد منه أو يحب أفكاره، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب، وبشوفكم المرة الجاي. باي.